شاهدنا قبل قليل مشاهدينا الأحبة تقرير رائع عن إبداعات الشباب العماني في التصميم الداخلي، فكل الشكر لزميلنا محمد الخصيبي. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن من استديو برنامج قهوة الصباح سوف ننتقل مباشرة إلى الزميل محمد بن أحمد السليمي المهري للحديث أكثر عن سباق الهجن بولاية ثمريت. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا محمد. اهلا وسهلا بك اختي حوراء وكل مشاهدي برنامج قهوه الصباح. شاهدنا في التقرير السابق ابداعات، لكن هنا لدينا ابداعات من نوع اخر، ابداعات في المحافظه على الموروث العماني الاصيل المتمثل في سباقات الهجن الاهليه. حوراء، نعم كل التفاصيل معك باذن الله، والكلمه لك مباشره محمد. شكرا شكرا جزيلا. مثل ما قلنا مشاهدينا، يعني اليوم هكذا كان هناك سباق للهجن. هذا السباق ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن هنا في ولاية ثمريت. هذا السباق طبعا شامل لكل أبناء ولايات محافظة ظفار من المهتمين ومربي الإبل. طبعا هناك طبعا اهتمام كبير من الاتحاد العماني لسباقات الهجن بإقامة مثل هذه السباقات في مختلف محافظات السلطنة وفق يعني جدولة معينة تم الاتفاق عليها مستقبلا. هذا طبعا تم الاتفاق عليها مؤخرا. هذا السباق كان بالأمس، هناك مجموعة من الأشواط، أيضا اليوم هناك أيضا مجموعة من الأشواط الأخرى. اليوم الخميس كان هناك 15 شوط طبعا للإبل من مختلف الفئات، فئات الحجايج والإيداع واللقايا، كل هذه طبعا الفئات كانت مشاركة في هذا السباق. احنا راح نتعرف اكثر على السباق او تنظيم هذا السباق هنا في ولايه ثمريت من خلال لقائنا القادم مع الاخ مسلم بن احمد بن محمد مسن الكثيري، نائب رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن، طبعا الجهه المشرفه والمنظمه بالتعاون مع مكتب والي ثمريت بتنظيم هذا السباق. رحب فيك مسلم وصباح الخير. حياك الله الله يعطيك من العافيه، مرحبا وسهلا مسلم. قبل هكذا ما ندخل في جو السباق، يعني ما شاء الله ثمريت في اجواءها الشتويه اجواء رائعه جدا، كيف هي لو توصف لنا هذه الاجواء الشتويه في ولايه ثمريت، خاصه انه مثل ما هو معروف انه ولايه ثمريت لديها العديد من المواقع السياحيه المتمثله هكذا في مواقع مختلفه في هذه الولايه. فضل الله سبحانه وتعالى، بصفة عامة أن سلطنة عمان هي جميع مناطقها ملائمة للسواح في كل مكان وأي وقت، وكذلك أيضا محافظة ظفار. لو نظرنا لمحافظة ظفار يعني بحر وجبال وبادية، ومثل ما تفضلت ولاية ثمريت هي خاص في الموقع الشتوي، منطقة سياحية مثل الرمال ومنطقة أبار، وكذلك الجو المعتدل دائما الذي يصلح لأصحاب الرحلات وأيضا الزوار الذي يزورون المنطقة من كل مكان. طيب اليوم الجو كيف؟ شفت الجو مغيم اليوم؟ أنا اليوم الحمد لله الجو عندنا قد كم من أيام صار القيام مستمر، خاصة من الصباح إلى الساعة 10 11 كذا أو بعد العصر، دائما الجو في الشتاء دائما يكون عندنا قيام فيه، ودائما اللي يجي ثمريت ما عاد يرجع مره ثانيه صلاه. هو اللي يجي عمان كله بصفه عامه ما يبغى يرجع، ولا خاصه مع محافظه ظفار اللي يجي في الخريف ما يبغى يرجع، وفي الشتاء ايضا كذلك ايضا لها ميزه الشتويه، وايضا في الشتاء هنا يتميزون بالبيوت الشعر والخيام والمناطق المبسطه، وكذلك الرمال الذي في الربع الخالي او في نجد لها طبيعتها وموقعها. احسنت احسنت اخي مسلم. نرجع الى موضوع السباق. السباق تم تنظيمه طبعا بالامس، كان هناك مجموعه من الاشواط، سباق ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن، اقيم في محافظه ظفار على مدى يومين تزامنا مع سباقات اخرى في مختلف محافظات السلطنه. هكذا نتحدث عن الاهميه لمثل هذه السباقات بشكل عام، كون انه الاتحاد العماني لسباقات الهجن حريص على تنظيمها بشكل دائم. اول الاخ محمد الداعم الاساسي وصاحب الجلاله سلطان هيثم حفظ الله ورعاه، وكذلك حرص صاحب السمو يزن بن هيثم على ان يقام السباقات في وقته،
والاتحاد العماني يدعم السباقات في سلطنة عمان. كل محافظات في سلطنة عمان يدعم السباقات ويقيم السباقات ويشرف عليها. في هذا السنة بسبب الجائحة وسبب اللي صار في البلاد تغير التنظيم أكثر أقل بسبب الجائحة صار التنظيم يختلف. في أمس واليوم السباق اللي يقيمه الاتحاد في 5 محافظات، عندنا شمال الباطنة، جنوب الباطنة، شمال الشرقية، جنوب الشرقية، محافظة ظفار في وقت واحد لأسباب. أولا تؤسيا وتنفيذا لقرار اللجنة العليا للتباعد ومحافظة على المواطن، لأن المواطن يبغي أن يكون له قوانين يتبع عليها اللي أصدرها الاتحاد العماني، وكذلك أيضا محافظة المواطن أن لا يتأثر في هذه السباقات، لأن السباقات دائما معتاد أن يكون هناك تجمعات. وكان السباق بدون جمهور طبعا. السباقات السنة هذه اللي قيمت قمنا سباق في ولاية هيمة، وكذلك السباق اللي في المحافظات بدون جمهور، بدون حضور توزيع جوائز، بس التزاما مع أن يحضر صاحب الناقة أو المضمر ويحضر السباق ثم يخرجها مباشرة. طيب يعني من خلال متابعتكم لمثل هذه السباقات، كيف وجدتوا تعاون ملاك الإبل ومربي الإبل مع هذه الإجراءات الاحترازية التي أقرتها طبعا الجهات المنظمة لمثل هذه السباقات؟ بالفعل نقول لك الحمد لله، يعني رأينا ما رأينا من المواطنين وأصحاب الهجن وكذلك أصحاب الملاك السباقات متواجبين كثير جدا، وكذلك ايضا ملتزمين بالاشتراطات ومطبقينها ويشكرون على ذلك، وايضا حريصين ايضا كاتحاد العماني ان يكون هذا التنظيم تطبيقا لما جاءت به اللجنه العليا، لان هذه السباقات تختلف الاخ محمد تختلف عن السباقات الاخرى او الانشطه الاخرى، هذا موروث وتاريخ ومنها ايضا دخل ورزق، يعني هذا مهنة، فيختلف عن الأنشطة الأخرى الذي يقيمها. فإنشاط الإبل تاريخ وأيضا موروث للعماني، وكذلك يستفيد منها فذلك الجمهور أكثر والمتابعين أكثر والمقيم أكثر. فالسنة هذه تنظيم صار تنظيم على حسب ما جاءت به اللجنة العليا وما اشترطات اللي يقيم بها الاتحاد العماني. طيب اليوم هو اليوم الثاني وايضا اليوم الاخير في هذا السباق، وكان هناك 15 شوط مثل ما ذكرنا لمختلف فئات الابل، الحجائج واللقايا واليداع لمسافات مختلفه، كيف وخاصه انه هذا السباق اليوم يعني بدا من حوالي الساعه 7 أو 6:45 يعني بدا باكرا، ولاحظنا من خلال بدايات الاشواط الاولى ان هناك في 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 تنافس شديد بين ملاك الابل او بين المتسابقين، يعني كيف 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 كانت المنافسه في هذا في سباق اليوم؟ يعني هو شوف السباق نتيجه تاخير السباقات بدايه الموسم صار كثافه الابل بكثره، يختلف عن الاعوام السابقه، لان وكذلك ايضا احنا حتى لا ياتي صار الزحام في كل شوط، بدل ما كان الأشواط وصل الإبل أعداد كبيرة في الأشواط، فالمنافس صار أكثر. مع العلم أن احنا هذا السنة جعلنا ليش في جعلنا تاريخ واحد جميع المحافظات الخمسة محافظات في يوم واحد حتى لا يكون أيضا زحام على السباق أكثر، فذلك جعلنا كل محافظة في نفس اليوم في نفس التاريخ في نفس الوقت. في ولاية تمريد المشاركين أكثر من العام الماضي والمضمرين صاروا أكثر، وأيضا التشوق لهذا السباق لأنه أخذ وقت ما شاركوا فصار الزحمة عليها أكثر من الأعوام السابقة. كل الشكر لك الأخ مسلم بن أحمد محمد مسان الكثيري نائب رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن على هذه الوقفة وعلى هذه المعلومات اللي قدمتها لنا عن سواء سباق اللي يقيم في ولاية تمريت أو طبعا السباقات بشكل عام التي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن. كل الشكر لك، شكرا جزيلا. مشكور الأخ محمد ومشكور على التلفزيون العماني على ما دائما أنتم معين المشاهد وتضعون الحدث في مكانه، ولكم جزيل الشكر والتقدير، وكذلك أيضا أنتم لكم
بصمة في سلطنة عمان وفي العالم الخليجي، ما تقدمونه من تاريخ وما تقدمون لإظهار التاريخ العماني. شكرا، هذا واجب. مثل ما تابعنا مشاهدينا، طبعا هذه كانت وقفتنا، تحدثنا فيها عن السباق الهجن الذي يقيم هنا في ولاية ثمليظ، ضمن طبعا مجموعة من السباقات التي تقام في مختلف محافظات السلطنة. كل الشكر للاتحاد العماني لسباقات الهجن الذي يقوم بتنظيم هذه السباقات، وايضا الشكر موصول لمكتب والي ثمليظ الجهه المنظمه لهذا السباق بالتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن هنا في ولايه ثمليظ. وهكذا نقدم دائما دعوه لكل المهتمين بهذه الرياضه، رياضه سباق الهجن، ان يستمروا طبعا في الاهتمام بهذا الموروث، وايضا الدعم متواصل من مختلف الجهات الحكوميه. وصلنا معكم إلى الختام، والآن عودة إلى الزملاء في الاستوديو ولك حوراء لاستكمال ما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح. شكرا لك الزميل محمد بن أحمد السليمي المهري، وشكرا أيضا لجميع الطاقم الحاضر معك في محافظة ظفار بالتحديد ولاية ثمليظ. الحديث كان عن سباق الهجن بولاية ثمليظ. نتمنى بالفعل أن نكون العين الثالثة لتغطية مختلف الأحداث على أرض عمان الغالية. نروح الآن إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله رح نرجع لكم من جديد. كونوا معنا.